انا مستوقعين بالفرج ابو زكيش. اهلا 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 تفضل تفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا فيك. اهلا 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 السلام اهلا وسهلا اهلا 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 يقولها بلغة بسيطة جدا تفاهات. لا لما احنا نوصل لوضع نتخرف على مستقبل هاي البلد وعلاقات الاجتماعية اللي بهاي البلد. احنا شباب هذا البلد، هاي البلد مطلوب منا بس شغلة واحدة بسيطة اللي قاله الشيخ احمد، نحافظ على اللي بنوه اجدادنا ونحافظ على اللي بنوه الناس اللي بقوا قبلنا باذن الله تعالى. وهذا عم جرد موجود واحنا بنقولها قدام الجميع، باكو الغربية بتظلها بلد واحدة، مش شعار انتخابات، بلد واحدة موحدة بأهلها الطيبين، أهلها اللي بدهم بس إنه يعيشوا بوئاب ومحبة بينهم بين بعض. فأنا بش أرحب بالموجودين، إنه أنا متأكد إنه الموجودين حاسين إنهم ببيتهم أكثر مني. فيعني بالذات إنه هنعرف إنه التاريخ أثبت إنه العلاقات اللي هي موجودة بين عم جلال وبيننا هي مش علاقات اليوم، هي علاقات اللي بترجع الله أعلم جزء 30-40 سنة. ولكن اللي انا بدي اقوله انا وهي اللي بقولها للناس والناس تتعلمها، لازم الانسان دائما يتعقل ويعرف انه مستقبل هاي البلد بتطلب انه الناس يبقوا بخير، وتتطلب انه الناس لما تكون عارف في مسؤوليه لما الانسان يترشح لازم يعرف انه اول شغله لازم ضميره يبكي على اهل البلد ومكلبه على اهل البلد وخوفه على اهل البلد، ولازم يبكي يخاف انه يشوف اثنين زعلانين من بعض. وهذا الشيء اللي عملناه وانا بقولها بصراحه، يعني صح انه احنا يعني لجنة الاصلاح بارك الله فيها والحركة الاسلامية والاخوان كلياتهم كان انه بالدور الكبير في هاي الصلحة، بس صدقوني 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 داخليا كان مرسي وكان عم جلال اثنين نعرف شو الحقيقة انه اثنين بالدور كل الخلاف اللي كان موجود. صارت ظروف، احنا اليوم اولاد اليوم، فانا ما لقيتش اغلى من اني اهدي عم جلال قرآن كريم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مع التحيات للثلاثي جلب حسين، تقديرا لجهودك في خدمة أبناء بلدك وشعبك، بارك الله فيك. الواقع هذا البيت بيت عم الحج موسى اللي كل إنسان في هاي البلد بيفتخر وبيعتز في هذا الإنسان. وأنا بقول من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. ربنا يخليك ويسلمك ويعطيك الصحة والعافية وطولة العمر وتظلك زهرة ومنارة لباك الغربي وللوسط العربي. مثل ما قال أبو جلال معاشة الأسامي، الحقيقة ما بكى إشي خلاف اللي هو يؤدي لصلح وإصلاح وكل هاي الأمور. أنا بقول هذا لقاء مثل ما قلت، لقاء تفاهم صلح وإصلاح، ما كان أي عنف، وهذا بيرجع الفضل لرب العالمين وإلي ولمصر. لانه في عنا شباب طرفين، واحنا اللي منعنا اي عنف يصير. اللي قاله مرسي مظبوط، تاريخ الماضي ولا مره اثنين بتنافسوا والتكوا بالشكل اللي احنا اليوم نلتقي. هاي حقيقه، والحقيقه ما بنشرها. كل انسان في له ماضي وفي له حاضر وفي له مستقبل. احنا تنافسنا على خدمة باكا الغربية فقط، ليس على مصلحة خاصة ولا على اختلاف لا سمح الله شخصي. تنافسنا
على خدمة باكة الغربية، خدمة أهلنا، خدمة شعبنا، خدمة وطننا. هاي الحقيقة. والمنافسة ممتازة، منافسة مليحة، شو شريفة، كل معنى الكلمة. صار اللي صار، نفسنا في الصندوق ما أمشي، شفت حالي مغلوبة شوي، رحت على المحكمة برضو ما أمشي. أما ولا يوم كنا ما نحكيش مع بعض، بالعكس إحنا في قلب المحكمة، وكانوا من بلاد ثانية يتطلعوا علينا، وين أنو اللي بنافسين، أنو اللي بنافسين بعض، يعني تفاجأ. هاي حقيقة. كلنا مع بعض، أما محكمة. على كل بشكر من كل قلبي لجنة الصلح المحلية بقيادة أخونا أبو رسمي، وكل الوجهاء اللي شاركوا وعملوا على هذا اللقاء. وبشكر برضو من كل قلبي إخواننا أعضاء بلدية، بقسم من أعضاء بلدية باكة الغربية اللي توجهوا إلي وحاولوا على أساس يصير وتم هذا اللقاء، بشكرهم برضو من كل قلبي. وبشكر برضو أخونا أبو محمود محمد الزكي اللي هو من الناس المبادرين، وأظن بقول لك بدنا نروح نبكى أنا وياك إن شاء الله بمعيتك على عند الشيخ وعند هذا. فيش إنسان يا شيخ خيري بخطيش، وانت أخطيت هسا اعترفت وها مقبول مقبول. يا إخوان الصلح شجاعة، الصلح أساس شجاعة مش العنف. العنف لوين بودي؟ لوين؟ حدا بيعرف وين؟ لهدم العائلات، لهدم البلد. شفنا شو صار بالطيبة. طيبة بكت تصدر علم وثقافة لكل عرب إسرائيل من نكبها لجليلها. للأسف فوق 100 كتيل في الطيبة، فوق 100. الله يحمى باكا وشباب باكا واهل باكا، برضو هذول اللي في الطيبة عزوا علينا. احنا بنتمنى كل الأقلية العربية في البلاد انها تشوم بأمان، وتشوم مثل بلدنا، مثل باكا الطيبة، مثل باكا الطيبة باهلها، حطاتها بعقلها، مشايخها بشبابها بشيابها بأبطالها بأسودها. هاي الحقيقة. الشجاعة هو الصلح بعد منافسة، ومش صلح لقاء، ولازم يبقى هذا اللقاء. الحمد لله. أنا شخصيا علاقاتي في هاي العائلة الكريمة علاقات تاريخية. هاي حقيقة. علاقات تاريخية. مساندة بكل معنى الكلمة وتضحية لهذه العيلة. لأنه عيلة محترمة، عيلة كريمة، عيلة ممتازة، عيلة من خيرة العيلة في هاي البلد. وإن شاء الله هاي العلاقات الطيبة والمليحة تستمر في هاي البلد. واحنا شو واجبنا اليوم؟ يا شوف مرني العافية اطلع علي. جيت لك اليوم واجبنا الديني والوطني والاجتماعي انه احنا نبذل كل جهد، كل ما بيمشينا، انه باكة الغربية تظل عيلة واحدة، عيلة واحدة، عيلة محبة، عيلة اخوة، عيلة سلام، عيلة منافسة،
شريفة وحقيقية من أجل باكة الغربية ومن أجل مستقبل باكة الغربية ومن أجل هذا البلد الطيب ومن أجل أولادنا وأحفادنا بإذن الله. إن شاء الله الله بوفقنا الجميع على الخير وعلى طريق المحبة وعلى طريق الأخوة وعلى طريق السلام، ونظلنا نخدم هاي البلد. وبشكر برضو شباب اثنين، شايف واحد منهم لا اثنين، هذول الشباب اللي هم اشرف وانجر رحمه الله فيه اولاد المرحوم ربح. برضو هذول شباب وتدخلوا بالصلاه عاده كبار بالعمر، هذول الشباب تدخلوا، لازم احنا نشجع هذول الشباب ونرجع امثالهم على هاي الطريق، لانه احنا رايحين سنه سنتين عشره الله يخليكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اعمارهم بين 60 و70، هسه رزير بعد هسه احنا لازم نشجع هذول الشباب وامثالهم عشان يكملوا المشوار. وابو العبد صائل، والله كلام مثلك، والله انا بعرف حياه ابوك الله يرحمه شريم الله يخليك، وابنك برضو اجت من بيت شريم خالق خضر برضو بكر شيم وزلمي، بس ليش امك مخلفت اشطر؟ الله يخليكم وسلمكم، وهاي الدار تظل عامره بس بالافراح وبكل شيء طيب وكل شيء منيح. وبعود بقول الله يوفقنا على الطريق الصحيح والمضبوط من اجل بلدنا واهلنا وشعبنا وشبابنا ومستقبلنا بهاي الديار، وان شاء الله انه رب العالمين بيستجيب لكل مطالبنا وبيحققها باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله. هلا بيك الله يخليك ويسلمك، هلا بيك هلا بيك هلا عم موسى.